ونبقى في الشأن الفلسطيني، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم أونروا في غزة. دكتور عدنان، بعد التحية، يعني الأونروا تقول إن 69% من المنشآت التعليمية التي كانت تأوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف. برأيك أين قرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية منذ هكذا عدوان؟ يعني هناك قرارات كثيرة بصراحة من كافة المنظمات الأممية والدولية، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك قرار أيضا من مجلس الأمن، رأينا أيضا اجتماعات السبعة الكبار التي حدثت في إيطاليا والتي طالبت بحماية منشآت الأمم المتحدة وحماية أيضا العاملين وتمكين الأونروا من العمل. ولكن للأسف الشديد ما يحدث على الأرض وغير ذلك تماما. دمر لنا حوالي 189 مبنى، إما بصورة كاملة أو جزئية، نتيجة ضربات مباشرة، يعني ليس ضربات عشوائية. قتل لنا من زملائنا حوالي 193 من موظفي الأونروا، وهو الرقم الأكبر منذ إنشاء الأمم المتحدة حتى الآن. لم يحدث أن قتل في 8 أشهر منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 حتى الآن أن قتل 193 موظف. أيضا قتل حوالي 500 من النازحين في مدارس الأونروا، ونحن نرفع أعلام الأمم المتحدة ونبلغ الجانب الإسرائيلي يومين مرتين يوميا بإحداثيات هذه الأماكن حتى لا يقولوا لم تبلغونا وأننا أخطأنا. ولكن للأسف الشديد أصبحت الأمم المتحدة ومقارها كما الناس العاديين، يعني معرضة لإخطار شديدة. وتسمعون يوميا قصف هذه المقرات، اليوم صباحا على سبيل المثال مقر العمليات الرئيسي في مدينة غزة قصفت بوابته وقتل عدد من النازحين أو المستفيدين الذين يذهبون إلى المكان من أجل توزيع المواد الغذائية، وأصيب عدد آخر بجراح. يعني هذا هو المقر المركزي للأونروا. طيب، يعني دكتور عدنان، الأمم المتحدة تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم القدرة لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر. برأيك إلى متى ستظل إسرائيل غير مهتمة بالمناشدات الدولية وتواصل عدوانها على القطاع؟ نعم، يعني هذا صحيح، يعني إسرائيل هي القوى المحتلة يعني لقطاع غزة، ومسؤولية ما يحدث في قطاع غزة من الناحية الإنسانية من إدخال المواد الإنسانية والإغاثية والطبية تحت مسؤولية إسرائيل، والمواد تدخل من معابر إسرائيل. يعني لا توجد الآن إلا هذا المعبر بعد 6 مايو عندما أغلق معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بعد بدء العمليات العسكرية في رفح. يعني هناك ضغوط كبيرة، يعني ضغوط غير مسبوقة. الاتحاد الأوروبي، ونسمع يوميا تصريحات السيد بوريل منسق الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إدخال المساعدات، السيد غوتيريس الآن يعني قبل دقائق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة وحماية موظفيها. حتى اجتماع السبع الكبار والذي حضرته أيضا أمريكا كلهم قرروا بأنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية على إسرائيل ألا تستهدف المدنيين وأن تسمح للأونروا بالإسم، ذكروا بأن تسمح للأونروا بالعمل بحرية. ولكن للأسف الشديد يعني نحن لا نرى بصراحة استجابة من إسرائيل لكل هذه النداءات، والدليل على ذلك أن العمليات العسكرية متواصلة، القتل والتدمير وإعاقة إدخال المساعدات أيضا متواصل. طيب دكتور عدنان، إلى أي مدى تستطيع الأونروا الصمود والعمل داخل قطاع غزة؟ يعني نحن مواصلون ونتواصل بالعمل لأنه لا بديل. يعني إذا توقفت الأونروا عن العمل تتوقف الحياة في غزة، لأن الأونروا لديها آلاف الموظفين، مئات العربات، مئات المؤسسات، تشرف على مراكز الإيواء الضخمة بها حوالي 1 مليون من الفلسطينيين. رغم قلة ما يدخل من مساعدات، ما يدخل نقوم بتوزيعه. يعني نحن نعطي أمل للناس بأننا
موجودين، لكن بصراحة استمرار التضييقات واستمرار هذا الحجم البسيط من إدخال المساعدات، وفي ظل أيضا عدم توفر الوقود وانتشار الأمراض بصورة خطيرة، الكبد الوبائي، التهاب السحايا، الأمراض الصدرية، الأمراض المعوية، وهناك خشية حقيقية من انتشار الكوليرا المصاحب لانهيار منظومة العمل الإنساني التي بصراحة يعني تتوسع. يعني المجاعة الآن يعني تنتقل من شمال قطاع غزة، هناك حالات جوع، إلى جنوب قطاع غزة حيث يتركز معظم الفلسطينيين، يعني حوالي 1,700,000 فلسطيني الآن يعيشون في 59 كيلومتر مربع فقط بعد عملية رفح. ما نرى أن كل المنظومة لن تصمد، وليس الأونروا يعني لن تصمد بهذه الطريقة، ولكن نحن متواجدون نعمل بالقليل لأن لا خيار آخر أمامنا. طب دكتور عدنان أخيرا، يعني هل هناك خططكم على المدى القصير للتعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة؟ ما هي خططكم للتعامل وما المدى الزمني إذا ما استمر هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على السكان العزل في قطاع غزة؟ ما هو المدى الزمني الذين تستطيعون فيه أن تصمدوا وتعملوا في قطاع غزة؟ يعني الخطط الموجودة الآن هي خطط يوم بيوم، يوم بيوم، نوم بيوم، تتعلق بما يدخل. تدخل المساعدات، نقوم بتوزيع هذه المساعدات. العيادات المركزية التابعة لنا حوالي 6 عيادات مركزية في مختلف أنواع أنحاء القطاع، حوالي 100 نقطة طبية نعالج يوميا. هل أي تعرضت النقاط الطبية لقصف من الجانب الإسرائيلي؟ قصف متعمد بالتأكيد؟ العيادات طبعا، العيادات إحنا لدينا 22 عيادة مركزية في قطاع غزة، منها 16 عيادة خرجت عن العمل، أحرقت أو قصفت أو دمرت للأسف الشديد. يعني النقاط الطبية نتحدث عن نقاط يعني بها 4 أو 5 أشخاص، يعني هي نقاط طبية متنقلة، يعني في منطقة المواصي، في الأحياء المدمرة، لتقديم العلاج. ولكن العيادات المركزية الكبرى معظمها خرج عن العمل. لكن سيدي الحل هو واضح، الحل هو وقف إطلاق النار، فتح ممرات إنسانية، إدخال كل ما يحتاجه القطاع بالذات المعدات الطبية والأغذية والمياه، فتح الأسواق التجارية أيضا. يعني لا يمكن للشعب أن يعيش على معلبات من الفول والبازلاء والفاصولياء يعني لمدة عام، يعني وماذا بعد ذلك؟ لذلك هذا هو الحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن كم سنصمد لا أحد يعرف على الإطلاق. إذا استمرت الأوضاع بهذه الطريقة، قد تعلن الأمم المتحدة في منتصف يوليو القادم، سيكون هناك تقرير إما بإعلان مجاعة شاملة في قطاع غزة، ولكن دعنا نرى كيف تتطور الأمور. صحيح. الدكتور عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا في قطاع غزة، أشكرك جزيل الشكر.